مناقشات كثيرة أو موافقات كثيرة يخص المدن الأخرى. يوم 11 من سبتمبر وضع عبوة ناسفة بكمية كبيرة قرب وزارة الخارجية في طرابلس وتكتشف وتفكك، وفي نفس الليلة يتم تفجير مبنى وزارة الخارجية في بنغازي. لا أفراد، ما هو تقييمكم لهذا الجهاز الذي أنشأتموه؟ توقيت هذا التفجير وهو في 11 من سبتمبر له دلالات كبيرة، واستهداف مبنى وزارة الخارجية بالذات الذي يقع في قلب مدينة بنغازي هناك رسائل كثيرة يريد أن يرسلها من قام بهذا العمل الإرهابي. أن التحقيقات على قدم وساق من قبل ضباط ورجال الشرطة بوزارة الداخلية بالتعاون مع بعض الدول الشقيقة وعلى رأسها إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى الجونات وتقديمهم إلى العدالة. وعلى قدرتهم على مواجهة هذا الأمر نأمل أن